السلام عليكم. كما راكم تشوفوا نهار شخيه اليوم، شيها سخون غير تاع دوش. نعم هنا مازال ما بغاش تصبر الانثى باش يتعمر شويه الماء ودوش، ديريكت دوشت. الجو اليوم شويه سخون، كما الايام هذه ثاني تقدروا تدوشوا لهم مرتين ثلاث مرات او تتركوا لهم. كاين هذوك تاع الدوش يجوا مسابح تلصق في القفص تبقى على مدار اليوم، هذوك ثاني ملاح هذوك. عندي الذكر صامت، يبقى غير يتوشي في الماء يعاود يروح يعاود يتوشي باش يدخل. هاي تيستي هي اذا راه بارد واذا راه حامي باش يدخل. اما الانثى تدخل مباشره ما يهمهاش الثلج البرد ما يهمهاش.